بما اننا كنا لسه بنتكلم مع كالوشا اللي هو واحد من نجوم فريق انبي، نتكلم على النجم الاكبر في فريق انبي واللي دايما اشيد بيه، ومش يعني حاسس ان انا كل شويه اقول كلام عظيم عنه، بس انا كنت معجب امبارح بيه جدا اكتر كمان بطريقه الاداء والشغل الفني. امتى تدافع وامتى تعمل تحولات، امتى تشتغل على الاجنبي، امتى تشتغل من العمق، امتى تعمل عرضيات، امتى تعمل طولي، في تفاصيل كده وانت بتتفرج على المباراه تعرف ان في مدرب محفظ اللعيبه فريم فريم زي ما بيقولوا، يعني اللي هو انت هتعمل كده في الموقف ده وهتعمل كده في الموقف ده، هتتصرف هنا بسرعه. وطبعا اللعيبه عمرها ما بتعمل 100% من المدرب عايزه، بس كون انه اللعيبه تقدر توصل ل 70 او 80% من اللي المدرب عايزه فده نجاح كبير للمدرب، وبالتاكيد شيء رائع من اللاعبين كمان ان هم يقدروا ينفذوا ده. كابتن تامر مصطفى المدير الفني لنادي انبي، يا كابتن تامر مشرف ومنور كالعاده، والف مليون مبروك الفوز امس. كابتن كريم الله يبارك في حضرتك، وشرف لي انا فعلا والله العظيم، وانا ببقى سعيد جدا وانا موجود مع حضرتك كابتن كريم. والله انا اسعد وبتشرف جدا. المباراه امبارح كانت في منتهى الصعوبه، ادارتها كمان على فترات كانت في منتهى الصعوبه، شفت توترك كمان طوال ال 90 دقيقه. انت انا كنت وانا بتفرج على المباراه بقول الكابتن تامر عايز حاجتين، عايز يكسب الزمالك الكبير طبعا، وده شيء جيد جدا بالنسبه لمدرب رائع، والحاجه الثانيه ان انت عايز تكمل السلسله الانتصارات اللي بداها انبي وما تكسرش فكره انك تكرر فوز تاني على التوالي. اه طبعا ده حقيقه، ده نقطه مهمه جدا انك تلعب نادي كبير وانك تنتصر على نادي كبير، دي تبقى دافع كبير جدا ليك في بقيه الدوري، وخصوصا في بدايه الدوري، خصوصا انت كمان جاي من مكسب البنك الاهلي، فكان مهم جدا المكسب الثاني جوه الدوري ده يبقى يجي بسرعه ويجي كمان على حساب نادي الزمالك، فطبعا كان شيء عظيم جدا جدا. بقول طبعا هارد لك نادي الزمالك وجماهيره العظيمه اللي كانت موجوده امبارح، اللي قدموا ملحمه كبيره جدا بصراحه، وحاجه تحترم بصوره كبيره جدا، وتعازينا لاهالينا في فلسطين، وان شاء الله باذن الله غمه وتمزاح، وان شاء الله باذن الله نصر ربنا قريب جدا ليهم باذن المولى عز وجل، وندعي لهم والله في كل صلاه يا رب، وان شاء الله باذن المولى عز وجل تبقى يعني نقل لينا بقى ان شاء الله المكسب بتاع نادي الزمالك ده، نقدر نبني عليه المرحله اللي جايه ان شاء الله. ده كريم الفتره اللي فاتت او فتره التوقف الاخير كنا مع بعض على التليفون، وقلت لي انه اللي حصل في بدايه الموسم عمره ما هيكون مؤشر ابدا للي هيحصل في الموسم، سواء لينا كانبي او اي نادي اخر. واضح جدا ان انت كنت زي ما بيقولوا كده ايه، شايف اللي هيحصل في المستقبل، طبعا كل حاجه في علم الله يعني، بس انت شايف المستقبل وشايف فرقتك وشايف هتتطور ازاي، ويبدو ان الامور كلها تحسنت كثيرا يا كابتن تامر. والله الحمد لله كابتن كريم، فعلا كنت مع حضرتك وقلت لك البدايات دايما بتبقى خداعه، صح، والبدايات دايما ما بتبقاش احسن حاجه للفرق، لكن الحمد لله ان احنا يوم عن يوم بنتطور، ويوم عن يوم الحمد لله جوه الدوري بنبان وبنظهر صورتنا الحقيقيه، لان كان بدايه الدوري كان عندنا شويه غيابات وكان عندنا شويه مشاكل شويه جوه التيم، ان اللعيبه ما كانتش جاهزيتها احسن حاجه، اللي دخل متاخر واللي كان مصاب واللي كان لسه بعيد عننا واللي ما كانش لسه في حالته، فالحمد لله رب العالمين التوقف ده كان افاده لينا بصوره كبيره جدا. بعدين الحمد لله رجعنا بمكسبين مهمين على البنك الاهلي وعلى نادي الزمالك، والحمد لله رب العالمين نقدر نستمر بقى كابتن كريم، ان شاء الله ربنا بس يحمينا من الاصابات بس ويحفظ لعبتنا، وان شاء الله عشان نقدر نستمر بصوره كويسه ان شاء الله. امبارح سجلت هدف تقدم، بعد كده الزمالك اتعادل، وعاده لما الزمالك او الاهلي بيتعادلوا بيبداوا يخشوا في الجيم اقوى وبيبقوا افضل، فتحس ان المباراه هربت منك. رغم كده انبي تحسن بعد هدف التعادل اكتر، وكان اكثر خطوره على فترات على نادي الزمالك، وقدرت تسجل الهدف الثاني. المرحله اللي بالنسبه لك كانت صعبه في مباراه الامس، المرحله اللي بعد جول التعادل نادي الزمالك، لان احنا الشوط الاولاني كان عندنا رد فعل بطيء جدا واحنا معانا الكوره، يعني ما كناش احسن حاجه، صحيح، تحولاتنا ما كانتش احسن حاجه، حتى فرصنا ما كانتش كبيره الشوط الاولاني، مظبوط، كان لينا فرصه واحده بس بتاعت كابو، لكن كان عندنا رد فعل سيء جدا جوه الضغط جوه مساحه الضغط، وعندنا رد فعل سيء جدا في التحول بتاعنا. حتى انا قلت لهم بين الشوطين بالظبط كده زي ما بقول لك يا كابتن كريم، قلت لهم يعني انا بس احنا محتاجين رد فعلنا يبقى مختلف شويه. قلت لهم يعني الماتش ده بالنسبه لنا مهم جدا في 45 دقيقه التانيين، البدايه من اول الشوط الثاني، ان رد فعلنا محتاجين نبقى ايجابيين اكتر من كده، محتاجين نبقى مصدقين اكتر من كده، محتاجين نبقى عندنا فاعليه اكبر من كده على المرمى يعني. والحمد لله رب العالمين من اول دقيقه في الشوط الثاني حسيت لان احنا مختلفين، وحسيت ان احنا ان شاء الله هنعمل نتيجه كبيره، والحمد لله رب العالمين كان التوفيق في صالحنا، وقدرنا نضيع فرصه واثنين وثلاثه، وكن الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا كمان بالجول الثاني في توقيت مناسب جدا لينا، وقدرنا نحافظ على الجيم وناخد الجيم زي ما احنا عايزين يعني. عظيم كابتن تامر، انا دايما بلاحظ، وانت راجل بقى ليك خبرات كبيره في الدوري المصري، انه اي لاعب في الدوري المصري بيجي يلعب قدام الزمالك يلعب قدام الاهلي
بيبقى لاعب عظيم جدا وعبقري جدا وبيطلع طاقة عبقرية وتركيز مش طبيعي. المباراة اللي بعدها اللي ممكن تبقى مع أي فريق أقل طبعا من الزمالك والأهلي تلاقيه في مستوى تاني خالص. إزاي تقدر تحافظ على تركيز اللاعبين اللي معاك طول الوقت إن هم يكونوا في نفس المستوى مع أي فريق؟ والله كابتن كريم السنة اللي فاتت مرينا برضو بنفس الظروف دي بالظبط. احنا الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الزمالك 2-0 وكانت نقطة انطلاقة كبيرة لينا ان احنا كسبنا 4 ماتشات بعد مكسب الزمالك. فالفصل ده مهم جدا ومهم جدا ما تديش المكسب ده اكبر من حجمه. صح. لان في الاول وفي الاخر طبعا نادي كبير ونادي عظيم وجماهيرية عظيمة جدا ولاعيبة كبيرة جدا، لكن هما 3 نقط، انا ما خدتش 5 نقط او 6 نقط يعني. مظبوط. لما كسبت نادي الزمالك. فالفكرة ان الفصل مهم جدا، الفكرة ان انت بسرعة تحضر نفسك بسرعة للماتش اللي بعده، دوافع جديدة بسرعة من اول الاسبوع، بتنسى ما تتكلمش في ماتش نادي الزمالك خالص خالص، بتتكلم بس في الايجابيات والسلبيات اللي احنا اشتغلنا عليها، ما بتعيش لعبتك كتير في الاحساس والمود بتاع مكسب نادي الزمالك ده. يعني دي من وجهة نظري انا، ان انت بسرعة الدوافع، خلق الدوافع ده مهم جدا، لان اهم مباراة دايما هي اللي جاية. صحيح. مش اللي خلصت، اللي خلصت دي خلاص خلصت مش هنقدر نرجعها تاني. فاهم المباراة اللي جاية زي اهم تمرين هي اللي جاية عشان اتطور، واخد بالك يا كابتن كريم؟ فدايما اللي جاي هو الاهم، ده اللي لازم يوصل للاعبتنا، والحمد لله رب العالمين من السنه اللي فاتت واحنا محافظين على الحاله دي، والحمد لله ان شاء الله نقدر يعني نفضل في نفس التراك وبصوره كويسه ان شاء الله يعني دايماً الدوري ان شاء الله. دايما اتمنى لك كل التوفيق كابتن الكبير كابتن تامر مصطفى المدير الفني لفريق انبي. بحب انا في مدربين كده بحبهم، هتقول لي يعني انت متحيز؟ لا مش الفكره متحيز لمدرب على حساب اخر، كلهم مدربين محترمين ورائعين، بس احس ان في مدربين مجتهدين قوي بتتعب قوي، وبعرف الجمله دي دايما من اللاعبين اللي في الفرق دي. يعني ايه لما نقعد ندردش كده مع بعض بره الهوا، يعني يقول لك لا ده مدرب بيشتغل كويس، ده مدرب بيتعب، ده مدرب بيذاكر. في مدربين تانيين اللعيبه نفسها تقول لك لا مش قوي، لا مش جيد، حتى اللي بيشاركوا يعني، اصل دايما اللعيب اللي بيبقى على الدكه يقول لك المدرب وحش لو هو على الدكه، كده كده سواء كان حلو او وحش، هو وحش ادام انا على الدكه. بس حتى اللي بيشاركوا اساسيين لو قال لك المدرب مش قد كده تعرف على طول المدرب مش قد كده، ادام ما بقاش مقنع للاعبين. لكن اللاعبين بتوع انبي كلهم كبير جدا بكابتن مصطفى، هو راجل واضح شغله يعني، واضح ان هو بيجتهد وبيتعب بشكل كبير، هو عدد كبير من المدربين في الدوري المصري بالمناسبه يعني.